في الحقيقة هذه بادرة طيبة، أننا كنجمعوا واحد العدد ديال بعض الفنانين من طرف السي محمد المحجوبي اللي جاوا جمع هاد الأطفال والعائلة ديالهم الأباء ديالهم باش نوزعوا عليهم محفظات المدرسية بمساهمة جمعية السي محمد حنزاز. فهذه بادرة طيبة، وكنت منه من الله أنها تكون في سائر الأحياء وفي سائر المدن المغربية، أن هناك بعض الناس الميسوري الحال أنهم ينظرون إلى الأطفال ذوي الحاجة أولا، والناس اللي هما ضعاف في المداخل ديالهم وفي قوتهم اليومي. فهذه كنت منها أنها تكون مساعدة أو معاونة على تكاليف الحياة، خصوصا الأطفال اللي كيقبلوا على المدرسة، والمدرسة عندها متطلبات مادية كثيرة هي ثقيلة على كاهل الأسرة المغربية. وشكرا لكم جزيلا. فأنا دائما كنكون سعيد أنني بالدعوة ديال جمعية حنزاز وجمعية ديال قدماء الملاكم المغاربة، سي المحجوبي صديق وأخ، كنعرفوا صدق النوايا ديالو والاشتغال ديالو على الأعمال الإنسانية والانفتاح ديالو على المحيط ديالو. شفنا فرحة ديال الأطفال، هذا عمل بسيط ولكن عنده دلالة ومعنى كبير اللي كيكرس ثقافة ديال التضامن والتآخي في المجتمع المغربي، اللي ما فات صاحب جلالة كيدعو ليها وكيعطينا نموذج ديالها. مثلا اليوم كنا فرحانين وشفنا الفرحة ديال الأطفال، ونتمنى دائما يكسروا هذه الأعمال هذو باش نشوفوا البسمة ديال الأطفال ديالنا المغاربة اللي هما إن شاء الله المستقبل ديال المغرب. فعلا بالنسبة للتوقيت ديال الدخول المدرسي، الأطفال المحتاجين كيكونوا محتاجين لهذا الدعم، ولو أن المحفظة ودخل الأدوات والكتب كيدخلوا شوية الفرحة على الوليدات. يعني كان منهم اللي خداها بأريحية وكذا، كي اللي كيبقى مبهوض يعني كيتعجب واش ياخذها واش ما ياخذهاش. واحد عطيته محفظة قال لي لا راه عندي، قلت له هي واخا تكون عندك كتقدر تقطع كتقدر توسخ كتقدر تعمر بالماء في الشتاء ولا شي حاجة، كيف الناس اللي عندهم وميسورين عندهم بزاف ديال الشكر، على الأقل تكون عندك واحد جوج شكارات كتبدل بهم في خلال العام كامل. دخلنا البهجة على هاد الناس من طرف الجمعية ديال الملاكمين الجالية المغربية. احنا اللي حسينا بالفرحة، لأنهم ملي كياخذوا الشكارة كتلقى الفرحة في عينيهم، يعني في عينهم كتبان وكيكونوا سعداء. وخصوصا واحد من الأطفال قال لي حلها نشوف شنو فيها، كنلقاو كتوبة كنلقاو الأدرواز كنلقاو السيلوات كنلقاو القلم الرصاص مسطرة قومة. هذا شيء اللي هو مهم جدا، وحنا مفتخرين أننا نكونوا كفنانة كممثلين نحضروا مع هاد الوليدات، هاد الناس اللي كانت منهم لهم مستقبل ظاهر وشباب اللي يعطي التمار ديالو لهذا المجتمع ولهذا البلد الطيب الجميل. وشكرا جزيلا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.